دلوقتي خلينا نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هي موجوده في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. يا هنا صباح الخير عليكي، ونصبح عليكي انا وكريم كل جمهور 10 الصبح في الاهلي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، لكن النهاردة من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 11:30، والمران هيبدأ في تمام الساعة 12:15. ده طبعا ضمن استعدادات للمرحلة المقبلة وبالتحديد كأس رابطة الأندية، ومواجهة النادي الأهلي الأولى هتكون أمام الجونة يوم 13 يناير. يعني لسه يمكن اللعيبة اللي بتشارك في المران هم اللعيبة اللي لم يشاركوا في ضغط المباريات في المرحلة الماضية، لكن الفريق هيكتمل في التدريبات الجماعية بشكل كامل يوم 8 يناير. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله تكون بطولة جديدة بتضاف للنادي الأهلي. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، التدريب هيكون الساعة 5:30 بصالة النادي الأهلي طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، استعدادا بقى للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الاثنين قدام الصيد. المباراة هتكون على صالة الشهداء بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني فتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي حتى الآن ماشيين بخطى ثابتة جدا في بطولة الدوري، فازوا في جميع المباريات، ويمكن دي طبعا مش حاجة جديدة على سيدات كرة الطايرة. كمان رجال كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام سبورتنج ضمن منافسات الجولة العشرة والأخيرة من الدور التمهيدي من بطولة الدوري. هيكون بس متبقي لرجال كرة الطايرة مباراة واحدة كانت مؤجلة من الجولة الثامنة طبعا بسبب سوء الأحوال الجوية. المباراة هتكون أمام اسكندرية للبترول. حتى الآن أيضا رجال كرة الطايرة فازوا في جميع المباريات بنتيجة 3-0، إن شاء الله يكملوا بهذا الأداء ويتأهلوا للدور القادم متصدرين المجموعة كعادتهم. كمان شباب كرة الطايرة 19 سنة بيواصلوا سلسلة الانتصارات، قدروا أمس يفوزوا على فريق صيد القطامية بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يعني أنا هواندو يا كريم لو اتكلمنا أكتر عن المباراة، شباب كرة الطايرة عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين طوال المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها وقدروا يفوزوا في جميع الأشواط. خلونا بقى دلوقتي نروح لكرة السلة واستكمال الحديث عن التدريبات. رجال كرة السلة بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، هيكون عندهم تدريب بدني الأول في صالة الجيم الساعة 1، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية في صالة النادي الأهلي الساعة 2، استعدادا بقى للمباراة القادمة اللي هتكون أمام سبورتنج، ودي هتكون أول مباراة في الدور الثاني من منافسات بطولة دوري السوبر. يعني رجال كرة السلة مركزين بشكل كبير جدا الفترة دي، عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق بطولة الدوري السوبر، وان شاء الله قريبا جدا نكون بنعلن عن كرة السلة رجال ان هم ابطال دوري السوبر. كمان سيدات كرة السلة النهاردة عندهم مباراة امام فريق الجزيرة، المباراة هتكون الساعة 8 مساء بمركز شباب الجزيرة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى اخيرا نروح للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد امس كانوا خاضوا مباراة ودية امام فريق الجزيرة وقدروا ينهوها بفوزهم بنتيجة 36-32، طبعا ده ضمن الاستعدادات للفترة القادمة واستئناف بطولة الدوري. بالتحديد اول مباراة لرجال كرة اليد هتكون يوم 17/1، هتكون امام سموحة. النهاردة الفريق ايضا هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب بدني الاول في صالة الجيم الساعة 2 مساء، وبعد كده هيكون عندهم تدريب فني في الملعب الساعة 4 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يعودوا بشكل قوي زي ما عودونا دايما. أخيرا بقى سيدات كرة اليد مستمرين في الراحة السلبية اللي كان منحها كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق بعد طبعا الانتهاء من الدور الأول والثاني من بطولة الدوري. المباريات هترجع مرة تانية الشهر القادم، والفريق هيستأنف تدريباته يوم الثلاثاء القادم استعدادا بقى للمرحلة القادمة. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضية بالنادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز الأخبار وكمان كل المعلومات المتعلقة بفرق النادي الأهلي المختلفة من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو.
تغطية رائعة وأخبار كمان حلوة منك جدا يا هنا، شكرا ليكي. واضح إن من الباك جراوند اللي أنا شايفاه الشمس فعلا حلوة جدا دلوقتي. جميل. يعني أعتقد بيبقى في الأيام دي في توافد من للأعضاء في أفرع بقى المختلفة من النادي بشكل أكبر، وخصوصا كبار السن أول ناس بيوصلوا دايما كل الفروع. ناس فاكرة ما كنا بنروح بعد الهوا كانت أكتر فئة بتبقى موجودة. صحيح. فعلا من كبار السن وناس رياضية جدا. صحيح. وبجد الواحد بيبقى أنا وكريم بنبقى رايحين هنفطر بقى ونقعد ونرتاح وحوالينا ناس كبار سن بيتمشوا بيعملوا رياضة. صحيح. الواحد والله كان بيتكسف يعني. طيب.